السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي مواليد برج القوس اللي دايما مشرفيني ودايما بنزل لهم توقعات قويه جدا. يصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. صف النيه، حط النيه ان شاء الله باذن الله تتحقق. استغفر ربنا، ما تنساش تشترك في قناتنا التانية اللي هتلاقي عليها العلاج. هسيب لكم اللينك في اول تعليق، او ما عرفتوش تواصلوا اكتبوا تم وانا ابعت لكم اللينك. ان شاء الله هننزل عليها علاجات كتير الفتره اللي جايه. يلا يا برج القوس، صف النيه ونفتح الايه المتطابقه على حياتك الفتره اللي جايه. سوره القصص. للدرجة دي يا برج القوس، قصتك قصة، قصتك حكاية، قصتك رواية للدرجة دي. دايما اقول ان برج القوس فيه اللي مكفيه على طول. كشف حقيقة اشخاص عندك بيلعبوا عليك وبيلعبوا على الطرفين. عندك هنا انطلاقة جديدة وفرحة جديدة بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. بس في ناس مفسدة في حياتك يا برج القوس. انت دايما اللي بتدفع الثمن على الارض. عندك حق، دايما بيكون عندك حق في كلامك وفي حياتك. بسم الله. ماشي على الارض وحس ان انت لوحدك، حاسس ان انت مفيش حد معاك، خايف جدا من حاجات كتيره جدا حواليك. حطيت النقط على الحروف، بدات تشغل بالك بحاجات مفيده، بحاجات جديده. عندك واحده ست وينطبق عليها يعني واحده ست بتحبك جدا 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 وحنينه عليك وبتطبطب عليك دايما، ودايما مجرد ما بتشوفك بتعرف ايه اللي جواك وفيك ايه. بص هنا، في عتاب عندك يا برج القوس، عتاب لأهل، لزوج، لأحباب، الله أعلم. بس انت عندك عتاب الفترة اللي جاية، وهتصبح قوي وهتصبح حاجة مختلفة. عندك هنا فرحة لقلبك، ممكن يكون عندك خبر حمل. عندك أخت تعبانة أو تعبانة قوي. انت هنا في اليومين دول يا برج القوس بتحاول تهدي نفسك وبتحاول تلملم اوجاعك وترميها ورا ظهرك عشان زهقت من الغدر والخيانة اللي حواليك. بص هنا كمان، بسم الله ما شاء الله، هيكون عندك هنا تعليم في حاجات جديدة، وهيكون عندك حق في حاجات كتيرة جدا في حياتك. العذاب اللي انت فيها دي هيتركن على جنب، هتعيش في فترة فيها من السعادة وفترة فيها من الراحة وفترة خير بإذن الله، وهتكون فترة إيجابية وهتكون تفاؤل. الحزن آكل حياتك، بس هيكون عندك تغيرات. في مبلغ دفعته وراح منك ومش عارف ترجعه. في كمان تغيير مكان. في رجلين واقفين في حياتك مش كويسين، وفي عدو مقرب منك. ظلمت نفسك بنفسك. عندك سفر الايام اللي جايه، وهيكون عندك تحسين في بعض الامور في حياتك يا برج القوس. عندك لمسه عاشقه اليومين دول، بتحاول تهتم بنفسك جدا، بتحاول تعمل حاجات كتيره جدا في حياتك مختلفه. في شخص هيموت ويقتلك، احذر منه وخلي بالك. في ناس عندك في حياتك جبارين مش كويسين، بيأمروا ويقتلوا، بيعملوا حاجات كتيرة جدا في حياتهم. في حد مسيطر على الناس اللي انت بتحبها جدا. في معصية يا برج القوس عندك، في غلطة عملتها وندمان عليها. انت دايما بتسعى ان انت تحسن من مستواك، دايما بتسعى ان انت تغير من حياتك، دايما بتسعى ان انت تبني حاجات في حياتك. وبالفعل انت ماشي لوحدك حاليا يا برج القوس، وبتلملم اوجاعك وبترميها ورا ظهرك. ربنا هينجيك من العذاب والظلم اللي انت فيه. عندك توقيع ورق الايام اللي جايه، وعندك لمه شامله مع اطفال. هتحصد الخير اللي انت زرعته بعد 10 ايام، والحاجه اللي انت عايزها تتحقق بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، علشان هتكون من الصالحين.
والشخص اللي بينك وما بينه مشاكل هيبقى فيها صلح، وفي قضية في المحكمة هتكسبها. انت دايما متوكل على ربنا فقط لا غير يا برج القوس. في قضاء حاجتك، في قضاء عندك في حاجتك، في مقابلة حلوة، عرض شغل جديد، عرض حاجة جديدة في حياتك مباركة، الشجرة دي هتحصلها بإذن الله. بس في حاجة عصيت ربنا فيها يا برج القوس وندمت، في خمول وكسل في حياتك. في حد هيمسك ايدك الايام اللي جاية ويقول لك وهيعترف لك عن حاجات. انت مراهن حاجة يا برج القوس، حصن نفسك اول باول علشان خاطر الحسد. في رسالة هتجيلك الفترة اللي جاية هتبشرك ببشرة خير. في اخ بينك وما بينه مشاكل، بينك وما بينه بعض التوتر في حياتكم. بسم الله، عندك هنا امور فيها تحسنات، وعندك خير، وعندكم انطلاقة جديدة. بص هنا هيكون عندك تحسنات حلوة، بس عندك سحر، سحر معمول لك يا برج القوس، سحر ملخبط حياتك وقلبها. وفي عقبة موجودة قدامك يا برج القوس، كل ما تتخطاها بتلاقيها طلعت لك تاني. في ناس مش عايزاك توصل، في ناس بتكذب عليك، احذر وخلي بالك. في ناس متكبرة في حياتك، انت دايما بيكون عندك حق لما بتشك في حد، او لما بتقول حاجة على حد، او اي حاجة في حياتك بيكون عندك حق على طول. شايفة كمان ان بإذن الله العقبة اللي قدامك دي هتروح، الدنيا هتتحسن قدامك، ويكون في تغيرات حلوة. تعبت من الاهل، انت تعبت من المكان اللي انت فيه، تعبت من حاجات كتيرة جدا، تعبت من حاجات كتيرة جدا في حياتك. هتسمع خبر حلو، مش كده وبس، كمان ده هيكون عندك صراحة الأيام اللي جاية، وعندك بعض التغيرات. هرجع وأقولك تاني يا برج القوس إن أنت لازم تحصن نفسك بنفسك، العمر مرة واحدة. الحسد والعين مش سايبينك في حالك، عندك انطلاقات كتيرة حلوة، عندك نادر أوفي بيه. حصل عندك مشكلة أو حصل عندك حفرة يا برج القوس، وربنا أرسل لك حد طلعك ونجاك من اللي انت فيه. اهدى بقى وهدى أعصابك، في حاجات بتعملها بزيادة، حاول انت تحكم شوية. بص يا برج القوس، انت هنا عندك تغيرات حلوة، حاول تهتم بنفسك الايام اللي جاية. صحتك اهم حاجة يا برج القوس، محدش هينفعك ولا حدش هيقولك مالك. صحتك اهم حاجة من كل حاجة، انت مآمن بالله وعندك حق في حاجات كتير، وما بتفعلش غير الصالح في حياتك، بس عندك حد دخل حياتك قلبها، وفي حاجات اتسرقت منك. في ثمرة حلوة جدا هتحصدها، وتغيرات، وهتغير عيشتك بكلها بإذن الله. انت اهملت ناس في حياتك وخرجتهم من حياتك علشان اذوك وظلموك، وما لقيتش منهم غير الكسر والخيانه والظلم. انت اليومين دول بتحاول تصلي، بتحاول تقرب من ربنا، ناوي على حاجات كتيره جدا، وبالفعل الحاجات الكتير اللي انت ناوي عليها دي هتحصدها بفضل ربنا، عشان انت دايما متالق في حياتك، ودايما بتبص ان ربنا اكيد هيكرمني وهيحسن من حياتي وهيديني الانطلاقات اللي انا مستنيها. انت اليومين دول يا برج القوس مش راضي على نفسك بسبب التعب والغدر والخيانات اللي انت فيها، حاسس ان انت مخنوق، حاسس ان انت تعبان، حاسس ان مفيش حد جاي معاك، كلهم جايين ضدك، وبالفعل كلهم جايين ضدك، كلهم واقفين بينك وما بين رزقك، واقفين بينك وما بين حياتك. في غيره، في حقد، في غل. بسم الله، في حد هيجي هينادي عليك وهيطلب منك مساعدة الأيام اللي جاية يا برج القوس، والقرار هيكون قرارك انت اللي هتقرر اذا كنت تساعد ولا لا. دايما بنقول ان اللي بيزرع حاجة بيحصدها، لفة الأيام، راحة الأيام، اللي بيحصد حاجة بيزرع حاجة بيحصدها حتى لو ايه. في حد هيمخبط على بابك وهيطلب منك المساعدة، والقرار هيكون قرارك. في هنا عمل هتتوب منه، ربنا
هيفك كربك. عندك حد مسجون، حد مسجون الايام اللي جايه هيطلع باذن الله. بص هيكون عندك حمد وشكر لربنا، ودايما هترجع لربنا في بعض قراراتك الايام اللي جايه. كن حريص وخلي بالك من نفسك. في ناس عندك بتتكلم كتير يا برج الكوس، وفي حد بيسمع لها، في حد بيسمع بيسمع للكلام ده، في حد بيسمع عندك بيرمي ودانه. الشخص ده مش هقولك ان هو وداني، بس هو بيسمع، بيسمع ويخزن ويسكت، بيسمع. حد بقى شوف مين هو الشخص اللي في حياتك اللي بيسمع للناس اللي عنده. عندك خير من الدنيا هيجي لك الايام اللي جايه، وهيبقى كنز حلو لحياتك. بص بسم الله ما شاء الله، انت دايما متالق، دايما متالق، وبالفعل هتكون متالق في حاجات كتيره جدا الايام اللي جايه، وهتحصد فرحه وهتحصد خير باذن الله بفضل ربنا. بص هنا الانطلاقات الحلوه اللي في حياتك، والعلاقه الجديده اللي هتدخل حياتك هتحسن من حياتك، وهيبقى فيها تغيرات جذريه. بسم الله ما شاء الله، يعني عندك تحسن حلو جدا يا برج الكوس. مالك في ايه؟ متضايق ليه؟ ايه ده؟ وهدي اعصابك. بسم الله. كمان عندك علم عن اهلك وعلم عن الاخرين، وهتقف على ارض صلبه وهتحسن، وهتخرج من الحزن والضيقه والخنقه اللي انت فيها. دايما حويط جدا بنفسك، ودايما متالق. عندك عمل صالح باذن الله. هنا هيكون عندك خروجك من علاقه نرجسيه ومش كويسه. انت بقالك مده منتظر حاجات كتيره جدا، بس اللمسه العاشقه مش سايباك في حالك، موقفه الرزق بتاعك، مخلياك متضايق ومخنوق. بص هنا عندك دار حلو جدا، وعندك خطوه جديده في حياتك. مش كده وبس، كمان ده كل العقبات دي هتخطيها باذن الله، وهيكون عندك حسنه. عندك دخول محكمه بالخير، بس ابعد عن اشخاص ممكن يدخلوا حياتك يأذوك ويقلبوها فاني تحتاني. عندك عوض من ربنا باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، وهتعلم مين الاشخاص اللي بيأذوك وبيتكلموا عليك وعايزين يكسروا نفسك. عندك هنا كمان طريقه جديده هتبني بيها نفسك بطريقه مختلفه باذن الله. مش هتصدق اي حد ممكن يأذيك، مش هتصدق اي حد ممكن يتكلم عليك، مش هتصدق اي حد انه ممكن يقول عليك كلمه مش كويسه. هتدعي ربنا بالخير، وبالفعل ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك، وهيبقى عندك كشف حقيقه اشخاص مكذبين، اشخاص كذابين منافقين كلهم بتاعوا طاقات سلبيه. احذر وخلي بالك من اشخاص بيلعبوا عليك وش الملائكه وهم مش كويسين، هم حاقدين وغيرين، وبيدوك الوش الملائكه علشان انت تامن لهم وتحكي لهم كل حاجه، وهم اصلا مش كويسين. دمعتك قريبه على خدك يا برج الكوس، وعايز تاخد قرار ومش عارف تبدا ازاي ولا تعمل ايه. تحياتي ليك يا برج الكوس، استنى التوقعات الجديده.